أهلا بكم. أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية إثر وعكة صحية حادة عن عمر ناهز 96 عاما ليخلفها ابنها الأمير تشارلز ويتوج ملكا جديدا لبريطانيا. هذا وتم تنكيس الأعلام في قصر باكنغهام، حيث تجمع المئات من البريطانيين خارج القصر بعد الإعلان عن وفاة إليزابيث الثانية. ملكة بريطانيا العظمى، صاحبة أطول حكم في التاريخ، أسطورية بشخصيتها، قادرة على التسيير بكل حكمة، تولت العرش عام 1952. ملكة عاصرت 15 رئيسا للوزراء، بداية من وينستون تشرشل إلى ليز تراس، كما التقت ب14 رئيسا في العالم. في 21 من أفريل عام 1926 ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري بلندن، والدها الملك البريطاني جورج السادس، ووالدتها هي الملكة إليزابيث. تلقت إليزابيث الثانية تعليمها مع شقيقتها مارغريت في المنزل على يد معلمين ومختصين في العلوم، وقد تلقيت مناهج أكاديمية تضمنت اللغة الفرنسية، الرياضيات والتاريخ، إضافة إلى دروس في الفن والغناء، حيث أحبت المطالعة منذ نعومة أظافرها، فاشتهرت بحبها للقراءة والشعر والروايات البوليسية. احتاج البريطانيون أن يحتفلوا باليوبل البلاتيني لاعتلاء الملكة إليزابيث العرش، فافتكت ملكتهم الرقم القياسي واحتفلت معهم ب70 عاما منذ احتلائها عرش المملكة المتحدة، وبذلك تجاوزت جدتها الملكة فيكتوريا. ملكة باكنغهام، شعبيتها استثنائية وشخصيتها ملهمة، أحبها البريطانيون لوفائها ومحافظتها على القيم وضوابط الالتزام بلقب ملكة إنجلترا. إليزابيث الثانية لها القدرة على التكيف مع الأحداث من خلال ثقافتها السياسية الواسعة والحكيمة. واصلت مساندة شعبها في المحن والأزمات بما تتمتع به من صلاحيات سياسية ورمزية ينص عليها الدستور البريطانية. وها هي تغادر جليلة عظيمة القدر، موفورة الحب من طرف رعاياها الذين يبكون فراقها بحرقة. لحديث أكثر عن الموضوع أرحب بضيفي من لندن عبر خدمة الهاتف، المختص في الدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد الله العثامنة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بالأخوة في الجزائر وقناة الجزائر الدولية وكل متابعي قناتكم. أهلا وسهلا دكتور. ما هي الإجراءات الملكية التي سيتخذها الآن قصر باكنغهام بعد وفاة الملكة؟ طبعا هو يعني الأمر هذا في ضمن السياسة أو الإجراءات الملكية في النظام الملكي، إجراءات ثابتة ومحددة وليس قابلة للسياسات الطوارئ والاجتهاد. هناك مراسيم ملكية يتم اتباعها خلال هذه العشرة أيام، تبدأ من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، سواء بإجراءات تنكيس الإعلام أو تبليغ الحكومات الدولية، أعتقد 15 حكومة دولة في العالم، وكذلك مراسم النقل إلى الكنيسة، ثم إجراءات الدفن، ثم وأيضا الملك الجديد تشارلز يلقي خطابه الملك الأول ويقوم بجولته على الأقليم المكونة لليونايتد كينغدوم. هذه الإجراءات المتبعة. النظام الملكي نظام ثابت ومستقر وليس بحاجة لجملة الإجراءات الاستثنائية. نعم. وقد أعلن الملك تشارلز بأنه غدا سيلقي خطابا للبريطانيين.
نعم. طيب أي أثر يتركه رحيل الملكة البريطانية إليزابيث الثانية محليا ودوليا برأيك دكتور؟ طبعا الملكة حقيقة من الشخصيات التي كان لها الحظ الأوفر في أن حكمت لمدة 70 عام، وهي أطول فترة حكم على مر التاريخ. لكن ما ميز الملكة أن كل سياساتها كانت حكيمة ورشيدة، وكانت يعني عندما حتى تظهر الأزمات أو الأشياء التي تربك في مواقف الدول السياسية والخدمية والإدارية كانت لها حكمة، رغم أن تعرف أن الذي يسير في الأمور في بريطانيا كان نظام ملكي برلماني حكومي، الحكومة هي اللي تقوم بكثير من الإجراءات، رغم أن الملكة لديها سلطات تسمى السلطات المطلقة، ولكنها لحكمتها ورشدها لم تطبق يوما ما، أو لم تتجه إلى استخدام سلطاتها المطلقة التي لها حق حتى إقالة رئيس وزراء وإعلان الحرب وإعلان الطوارئ واعتماد التشريعات وكثير من الأعمال التي تعنى بالسلطة المطلقة، لكنها لم تنفذها. حاولت الملكة طوال فترة حكمها أن تقر على النظام الديمقراطي ووجود حكومة ووجود برلمان يشرع وحكومة تنفذ سياسة الدولة دون ضغوط أو تدخلات ملكية يومية ونرجسية ومزاجية. طيب دكتور، أنت تحدثت عن 7 عقود على رأس المملكة المتحدة للراحلة، ما هي برأيك العلاقة التي تربط البريطانيين بملكتهم خلال هذه المدة الطويلة؟ المتابع اليوم للصورة الحية رغم سقوط الأمطار أمام بيكنغهام بالاس ولا يعني في بعض المواقع حتى في اسكتلندا وفي غيرها بعض المناطق في بريطانيا، هذا دليل على حب الشعب البريطاني لملكتهم. العلاقة يعني علاقة ولاء وانتماء، علاقة شعب بملكة تحلت بأعلى درجات الحكمة والرشد والصبر في تناول قضية الكثير من القضايا، وأحد القضايا الحساسة والمهمة كانت على سبيل المثال قضية البريكزيت، وكيف كانت تتعامل الملكة بلطف وبنوع من الحكمة في هذا الملف العويص، يعني تعرف أنها بكل هي الملكة وهي التي لها السلطة العليا في البلد، لأنها استطاعت خلال 7 عقود أنها تثبت أن الحكم ينبغي أن يكون حكم رشيد، وفصل بين سلطة الملكة وسلطة الحكومة وسلطة البرلمان. طيب هل سيصبح برأيك رحيل إليزابيث الثانية معلما زمنيا دكتور يوثق ما قبله كما يشار إلى ما بعده؟ عفوا لم استمع السؤال بشكل جيد. قلت لك هل سيصبح رحيل إليزابيث الثانية برأيك دكتور معلما زمنيا يوثق ما قبله كما يشار إلى ما بعده من خلال ما تحدث عن مسارها هذا خلال 7 عقود من الزمن؟ بكل تأكيد الملكة يعني سوف يدرك البريطانيون وحتى الدول الأوروبية بعد حين من الزمن أن كانت الفترة تكون الماسية والذهبية للنظام الملكي كانت في فترة إليزابيث، يعني ليس الأمر ليس سهل بأن مرأة في دولة عظمى في فترة زمنية طويلة وسياسة مستقرة ورؤى استراتيجية وعدم التخبط وعدم الوقوع في الأخطاء الكارثية، هذا لا شك أنه سوف يترك أثر كبير عند الشعب البريطاني، وسوف يعرف القيمة التاريخية والأثرية والقيمة المضافة التي والبصمات التاريخية في عهد الملكية التي أو في عهد تولي الملكة
إليزابيث الثانية سدت الحكم في بريطانيا. طيب أكيد كان فيها رصيد خيري وإنساني لإليزابيث الثانية في ربوع العالم وأثناء الحوادث والأزمات والنكبات، ما المهم في هذا الرصيد دكتور؟ الملكة من أحد ما ميزها الحقيقة أنها تعاملت مع القضايا الإنسانية والخيرية بمنتهى المصداقية والأمانة والتواضع، يعني ملكة وتزور المدارس وتزور المستشفيات وتقدم في إعانات وتقوم بالأشراف على كثير من الملفات الخيرية والإنسانية، حتى في ملفات لها علاقة بالمهجرين والنازحين والقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان. بشكل أو بآخر تعاملت مع الملكة وكانت دعم ورافض قوي لمثل هذه الأعمال الخيرية والإنسانية، والدليل أن شفنا كثير من المتحدثين وهم من جنسيات مختلفة يتحدثون عن الألم والأسى في فقدان الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا. طيب ما هو الدور الملكة دكتور التي أنقذت بريطانيا من هزات شديدة، خاصة إذا تحدثنا هنا عن حادث وفاة الأميرة ديانا؟ هنا هذه هي الميزة وهذه هي السمات التي توفرت بالملكة إليزابيث الثانية، حتى أنها أصبحت ملكة أو امرأة استثنائية تولت فترة حكم في على مراحل متعددة، 7 عقود، تغيرت أنظمة، صارت حروب، صارت أزمات، لكن عندما تأتي هذه الأزمة أو هذه الكارثة وهذه الكرايسيس لها علاقة ببريطانيا، هنا يكون للملكة دور ولو كان غير مباشر في أن توجه بأن يكون التعامل مع هذا الملف بهذا الشكل أو بهذه السياسة أو بهذا النحو، حتى أنها لا تذهب إلى تصعيد الأمور. وهذا أحد ما ميز الملكة إليزابيث الثانية، أن في فترة توليها الحكم دائما التلطف والتودد والتعامل بشكل ناعم وليس بشكل خشن في الملفات، وخاصة الحساسة التي تؤلب وتثير الرأي العام، حتى أن سرعان ما يكتشف الرأي العام أن الملكة كان لها دور في حل هذا الموضوع بشكل سلمي وشكل معتدل وعقلاني. طيب تحدثت عن فترة تولي الحكم للراحلة، وفي هذه الفترة كان خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة، برأيك دكتور كيف كان دور تلطيف هذا الانفصال إن صح التعبير الحاد من طرف الملكة؟ طبعا هو لا شك الخروج من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم أن لا زالت هناك علاقة مشتركة فيما يتعلق بالسوق الأوروبية المشتركة وقضايا الجمركية والآخرين والتعاون، لكن لا شك أن كل الشعوب العالم والقادة العالم والحكماء والأمراء والملوك العالم والرؤساء العالم ودائما يبحثون عن مصلحة بلدانهم، مصلحة العليا لأوطانهم لشعوبهم، فالملكة دون الدخول في أي مهاترات أو في أي أزمات لدول أخرى حاولت بشكل سلس أن تدفع باتجاه الاتزان وما يحقق لبريطانيا مصلحتها، سواء مصلحة الشعب ولا الحكومة، حتى أن لم يشعر أحد أن هناك تدخل مباشر أو غير مباشر من الملكة، لكن لا شك أن الحكومة والمجلس العمومي البريطاني لا يعمل منفردا، بالذات القضايا السيادية، قضايا التعلق بنظام الحكم، قضايا التي تمس النظام الملكي وما علاقته بالأنظمة الملكية في الدول الأوروبية وغيرها في بلجيكا، لا شك أن الملكة لها دور كبير في جعل هذا الخروج خروج سلس وخروج ناعم وخروج بعيد عن خلق أزمات مركبة ومعقدة. طيب دكتور، بريطانيا زعيمة الكومنولث، ما دور وما الأثر الذي لعبته الملكة الراحلة في ذلك؟ من الأفضل الأدوار التي لعبتها الملكة خلال فترة توليها الحكم أن حافظت على هذا التماسك ولو كان تماسك عن بعد. أنت تعرف العلاقة الآن بين دولة ودولة أخرى، حتى الدول التي استعمرت دول ما
مثلا إيطاليا استعمرت ليبيا ولكنها خرجت. حافظت الملكة إليزابيث الثانية على علاقة بريطانيا بدول الكومنولث اللي هي 52 أعتقد 51 دولة، ولا زالت العلاقة وطيدة بهذه الدول، ورغم أن عمليا بريطانيا تعرف هناك ما يسمى بجريت بريتن، بريطانيا العظمى، وهناك بريطانيا اليونايتد كينجدوم، وهناك المملكة البريطانية، وهناك الإنجلند، وهناك الكومنولث. كل هذه الأطر يعني الملكة حاولت بقدر الإمكان أن لا يكون هناك نوع من التداخل أو التصارع أو التخبط. كل دول الكومنولث ما زالت تدين بالولاء والطاعة والاحترام للنظام الملكي وخاصة للملكة إليزابيث. الملكة كانت عندها خطوات حكيمة ورؤية استراتيجية وتعامل بمنتهى الحذر والأمانة في مثل هكذا الملفات، حتى أنها لم تدخل بريطانيا على مستوى النظام الملكي في أزمة أو منحرف أو نعم. نبقى في سياق توطيد العلاقات مع الدول الخارجية، بريطانيا والهند وشرق آسيا دكتور، علاقة مميزة وتكاد أن تكون عضوية. كيف وفقت الراحلة في تمديد وإطالة هذه العلاقة العائدة بالنفع على البريطانيين أولا كما يرى المتتبعون؟ بالذات هنا في هذه العلاقة خاصة الهند، رغم أن الآن الهند كدولة أصبحت تتصدر مرتبة اقتصادية قبل بريطانيا في مرتبة الدول الصناعية، لكن لازالت بريطانيا الهند تعتبر يعني بشكل أو بآخر هي أحد جناح بريطانيا العظمى والمملكة النظام الملكي، ولم تحسس الملكة أي من هذه الدول وخاصة الدول التعاملها بشكل مباشر زي الهند أن هناك علاقة السلطة وعلاقة تبعية وعلاقة تحكم، لأن الملكة تفكر بشكل متقدم جدا، تفكر بشكل سياسة الانفتاحية، وأن سياسة العابد والمعبود انتهت، وأن سياسة الملك والمملوك انتهت، ولكن العلاقة هي علاقات تعاون وعلاقات تبادل مصالح وعلاقات فرضت الاحترام. الملكة فرضت احترامها الشخصي والملكي والمؤسسي أو النظام الملكي على كل من كان يتعامل معهم من 100 عام يعني. طيب دكتور، كيف تقيم حكم إليزابيث الثانية في هذا السياق أيضا؟ نتحدث عن العلاقات الخارجية، كيف تقيم حكم إليزابيث الثانية في تعامل المملكة المتحدة أيضا مع القضايا العربية؟ هو إلى حد كبير الملكة ليست لها علاقة مباشرة بالسياسة الخارجية والإجراءات الحكومية، لكن عندما تأتي القضايا على المستوى الأعلى على المستوى السيادي، أو أنت تعرف بريطانيا تتكون من برلمان يتكون من غرفتين، برلمان البرلمان البريطاني يتكون من الهاوس اوف كومنز والهاوس اوف لوردز. اللوردات هم مختارين من قبل الملك وهي التي تعينهم، أما الهاوس اوف كومنز أو المجلس العموم هو الذي يختاره الشعب. لأن في قضايا لا زالت حتى الآن بحاجة أن يكون الجميع مشارك فيها، لأن السياسة البريطانية تحافظ على يعني سياسة يعني نمطية وسياسة واضحة، ثوابت واضحة والأهداف الاستراتيجية واضحة. لا تشهد هذا النظام، يشهد التقلب والتذبذب، حتى معالجته في الأمور والأزمات الاقتصادية معروف الاتجاه الاستراتيجي كيف يتم معالجته. فالملكة بقدر كبير دائما تحافظ على أن تكون العلاقات الخارجية علاقة مبنية على العدالة والمساواة والسلام. لم أرى شخصيا أنا طوال فترة حكمها أو حديثها أو ظهورها لم أرها يوم أن تتكلم عن
حكم شعوب أو استعمار شعوب أو هيمنة شعوب، بالعكس يعني دائما تحث على حق الشعوب في تقرير مصيرها. الملكة امتلكت مقومات ملكة فعلا ونجحت بجدارة تمثل البريطانيين في الملكة المميزة الحكيمة الرشيدة، ويحق لهم أن يحزنوا ويتألموا على فقدان ملكة مميزة استثنائية مثل إليزابيث الثانية. يعني طيب كيف نستقبل اعتلاء ليستراس سدت رئاسة الحكومة ورحيل إليزابيث الثانية عن سدة عرش بريطانيا دكتور؟ الخط مرتي لم أستمع لبداية السؤال. قلت لك يعني كيف يستقبل البريطانيون اليوم اعتلاء ليستراس سدة رئاسة الحكومة ورحيل أيضا من جهة أخرى إليزابيث الثانية عن سدة عرش بريطانيا؟ والله يعني طبعا لا شك أن رئاسة الحكومة تختلف كليا عن رئاسة عن اعتلاء المملكة سدة الملك يعني كملك ولا كملكة. نعم. نتحدث هنا عن تزامن الحدثين يعني. نعم طبعا لا شك أن بريطانيا تعيش ظروف صعبة اقتصادية وأزمة الغاز والوقود والكهرباء وارتفاع الأسعار والخروج من الاتحاد الأوروبي والكوفيد ومشاكل رتبت التزامات كبيرة، وتحاول الحكومة القادمة أن تعالج هذه القضايا بنوع من يعني بنوع من الالتزام في المصروف والقضايا التمويلية للميزانية وقضية دعم الأسر ودعم المؤسسات ودعم الشركات. فلا شك أن موت الملكة عامل سلبي لفترة معينة وحي يربك الحكومة إلى، ولكن ستتجاوزها بريطانيا هذه المحنة. والسياسات زي ما قلت لك السياسات المستقرة والرشيدة والاستراتيجية والحكيمة المبنية على مؤسساتية ما فيش منه خوف كثيرا. نعم في هذا السياق ربما الكثير يتساءل دكتور عن بريطانيا ما بعد رحيل إليزابيث الثانية. طبعا مبكرا ان نحكم على المستقبل، لكن لا شك ان فقدان ملكه زي إليزابيث سيترك فجوه ملكيه ليست سهله، ولكن المدرسه الملكيه بشكل عام سوف تحاول ان تطعم الملك الجديد تشارلز بمقاومات الملكية الرشيدة، وسوف يخطي خطوة الملكة إليزابيث أمها بحيث يكون الملك الناجح بعد الملكة الناجحة في بريطانيا. هو في تحدي كبير، ولكن لا أتصور أن بريطانيا على المدى القريب سيكون لها ملكة أو بمستوى ممارسة الاختصاصات والسلطات الملكية مثل ما حدثت في فترة تولي ملكة إليزابيث الثانية الحكم. طيب نكتفي بهذا القدر. المختص في الدراسات الاستراتيجية دكتور عبد الله العثامنة، شكرا جزيلا لك. تحياتي. في موضوعنا الثاني سنتطرق مشاهدينا الكرام إلى الحديث عن تصريحات وزير الموارد البترولية في نيجيريا تيمي سيلفا الذي توقع أن تشرع بلاده في تصدير الغاز الطبيعي نحو أوروبا عبر الجزائر في غضون عامين. سيلفا في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر غاستياك 2022 بمدينة ميلانو الإيطالية أعلن عزم بلاده مضاعفة صادراتها في أوروبا في ظل انقطاع إمدادات روسيا عن القارة العجوز. بعد نحو 20 عاما من المفاوضات والمحادثات
رزنامة تشغيل أنبوب الغاز العابر للصحراء تترسم بإعلان نيجيريا الشروع في تصدير غازها نحو أوروبا عبر الجزائر في غضون عامين، على ضوء استكمال البلدين جل أشغال إنجاز مقاطعهما في انتظار تشييد المقطع العابر للنيجر. نحن نناقش هذا الأنبوب ومسائله منذ فترة طويلة، وسنبدأ إنشاء الأنبوب، لكن توقفت الأمور لفترة، وحاليا نحن نحدث الأرقام ونحدث جدوى أو دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع والتكاليف. نحن نحاول تحديث الأرقام مع الاستشاريين، وفي العامين المقبلين يجب أن نبدأ بالإنشاء هذا الأنبوب الممتد من نيجيريا إلى الجزائر المار عبر الصحارى الإفريقية، وحاليا هناك عمليات الإنشاء داخل البلاد. الجزائر أنهت الشبكة داخل شبكة أنابيب داخل الجزائر، ونحن تقريبا نبني الشبكة ضمن نيجيريا. نحن استكملنا 70% من الغاز الذي ينقل أو ينقل الغاز من الجنوب إلى الشمال، بعدها سنكون جاهزين لنقل الغاز إلى خارج البلاد مباشرة إلى النيجر ثم إلى الجزائر. هذا الأنبوب قيد التخطيط، وفي السنة أو سنتين المقبلتين يجب أن نصل إلى نقطة نبدأ فيها بالإنشاء. إعلان أبوجا الذي يتزامن مع مساع أوروبية حثيثة لإيجاد مصادر بديلة لاستبدال الغاز الروسي ترافق مع الإفصاح عن خطط لمضاعفة إنتاج نيجيريا من الغاز لاستغلال أكبر احتياطي للوقود الأزرق في إفريقيا بما يعادل 3% من القدرات المكتشفة عالميا. لدينا احتياطيات ب 260 مليار متر مكعب، ونحن ننتج 8 مليارات متر مكعب من الغاز يوميا، وننوي زيادة الرقم إلى 12.2 مليار متر مكعب. نحن ننظر إلى أوروبا على أنها سوق كبيرة يمكن أن نبيع الغاز إليها بسبب الأزمة الموجودة في أوروبا حاليا، وبالتالي نحن نطور الغاز واحتياطيات الغاز التي لم تطور، ونحن نركز خلال هذا العقد على تطوير الغاز، والكثير من هذا الغاز سيتجه إلى أوروبا لأننا نبني أنبوبا يمتد إلى أوروبا عبر الجزائر. نحن شركاء مع الجزائر في بناء هذا الأنبوب الذي سينقل الغاز مباشرة إلى أوروبا. تتوالى الخطوات تجاه تجسيد أكبر مشاريع الاندماج الاقتصادي القاري الذي مهدت له كل من الجزائر والنيجر ونيجيريا باجتماعات ماراثونية والتزام سياسي على أعلى مستوى لتشييد المنشأة في ظرف دولي محفز، ما من شأنه ضمان ممر إضافي أمام الأوروبيين لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عند اكتمال إنجازه. لمناقشة الموضوع أرحب بضيوفي في البلاطو، كل من الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي والباحث في شؤون الإفريقية ومنطقة الساحل علي أحمد السالم. أهلا بكما، وأبدأ معك النقاش دكتور أحمد الحيدوسي. وزير الموارد البترولية النيجيري أكد أن أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر ونيجيريا عبر النيجر سيدخل حيز التشغيل في غضون سنتين، هل هذا ممكن تقنيا برأيك؟ فعلا في الحقيقة هو مشروع قديم ومتجدد منذ سبعينيات القرن الماضي، أن الجزائر يعني مشات مع نيجيريا في خطة متكاملة ومشروع متكامل من أجل إنجاز طريق الوحدة الأفريقية الذي يربط الجزائر بنيجيريا، كذلك مرفوق هذا الطريق بالألياف البصرية نحو نيجيريا، كذلك مرفوق هذين المشروعين بمشروع خط أنبوب يربط الجزائر غاز يربط الجزائر بنيجيريا.
لكن هذا المشروع في العقود الماضية يعني تأخر في الانطلاق بسبب ربما الأسعار المتدنية اللي كانت للغاز. لكن في سنة 2002 بعد بداية انتعاش أسعار الغاز عادت الجزائر وفكرت في الموضوع وتم توقيع أولى البوادر لإنجاز هذا المشروع. لكن من 2002 إلى غاية 2022 كذلك ربما خاصة بعد 2014 انخفاض أسعار المحروقات بصفة عامة بترول وغاز أخر المشروع. اليوم تجسيد هذا المشروع ممكن على أرض الواقع بدليل أن كذلك حتى وزير النيجيري تكلم أنه 70% من المشروع في نيجيريا أنجز. نعم، وأن نيجيريا الآن انطلاقا من حقول أجوكاتا في اللي تنتج الغاز في اتجاه أبوجا حوالي 200 كيلومتر، خصصت دولة نيجيريا أكثر من 855 مليون دولار لأجل تسييد هذا المشروع. كذلك من أبوجا إلى غاية مدينة أخرى كذلك حوالي 193 كيلومتر خصص له أكثر من 800 مليون دولار. كذلك من تلك المدينة إلى غاية مدينة كانو هي قريبة جدا من حدود دولة النيجر، حوالي تبقى 100 كيلومتر عن دولة النيجر. يعني نيجيريا استكملت حوالي 70% من خطها، بقي فقط في نيجيريا الذي لم ينطلق من مدينة كانو وهي في شمال نيجيريا إلى غاية حدود النيجر، ثم من حدود النيجر إلى غاية الحدود الجزائرية حوالي 850 كيلومتر. ثم لما يدخل إلى الجزائر تمتلك البنية التحتية الكاملة. نيجيريا استثمرت لحد الآن 2.8 مليار دولار إنجاز هذا الخط إلى غاية الحدود مع دولة النيجر. بقي فقط في دولة النيجر في حوالي 800 كيلومتر. هذا يتطلب حوالي بين يعني حسب التقديرات الأولية بين 3 إلى 4 مليار دولار من أجل إنجاز هذا المشروع. يعني بالكل المشروع هو في التكلفة الإجمالية يقدر بين 10 إلى 12 مليار دولار. لكن لما نجي نشوف في الطرف الجزائري، الجزائر عندها البنية التحتية الكاملة لإنجازها منذ سنوات، تبقى فقط ربطها مع دولة النيجر. كذلك نيجيريا الآن جسدت المشروع تاعها، بقي فقط في دولة النيجر فقط، وهذا لا يحتاج إلى أكثر من 4 مليار دولار ويصبح المشروع جاهز في خلال سنتين. طيب سيد علي أحمد سالم، وزير الموارد البترولية النيجيري أكد أن اختيار نيجيريا الخط الرابط بين أبوجا ونيامي والجزائر تحدث في هذا الشأن، لماذا قررت برأيك القيادات السياسية اختيار هذا الخط؟ هو بداية هنالك عدة أسباب سياسية لهذا الموضوع. إن رجعنا إلى سنة 1986 عندما حاولت المغرب أنذلك أن تسرق هذا المشروع الذي كان في بدايته أنذاك، بعد ذلك ما توالى من أحداث أمنية في عموم منطقة الساحل جعل لزاما على منطقة شمال غرب إفريقيا أن تتكاتف من أجل هذه الأمور الأمنية، وبالتالي لا بد من تثبيت هذه المسائل بإقامة مشاريع إنمائية عملاقة كمشروع الغاز الذي سيربط ما بين نيجيريا ويربط الجزائر. هذا فضلا عن ما سيوفره هذا المشروع من موارد مالية، وسيوفره كذلك من موارد اقتصادية تعود على كل البلدان التي سيمر بها هذا الأنبوب من فوائد وعوائد اقتصادية، مما سيساهم في الحد من الفقر في المنطقة الذي يعتبر أهم أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة في المنطقة. أرى أن اختيار نيجيريا لربط الخط ما بينها وبين الجزائر أيضا له أسباب حدثت خلال سنة 2022 عندما بدأت أوروبا تحاول الاستقلال جزئيا عن الغاز فيما يتعلق باستيرادها من الروس، وبالتالي لابد من موارد اقتصادية جديدة في الغاز لدعم المصانع في أوروبا، ولا
خير أو أكبر دليل على ذلك من التوجه في العلاقات السياسية، حيث كانت هنالك زيارات مكوكية لبعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر وكذلك إلى نيجيريا. بالتالي المشروع يلاقي البطاقة كذلك الخضراء لإنجازه، وأعتقد أنه سيكون أحد أهم الروافد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب واستتباب الأمن في عموم المنطقة. طيب دكتور حيدوسي، خطوات تسييد هذا المشروع تتسارع، وتحدثنا عن اكتمال 70% من إنجاز هذا المشروع. ما هي برأيك القيمة الاقتصادية لهذا المشروع؟ فعلا كما أشرنا أنه المشروع بقي منه فقط 30% ويدخل في حيز التنفيذ، وكما أشرت يعني بين 3 إلى تقديرات أولية إلى 3 أو إلى 5 مليار دولار ويدخل حيز الاستغلال. يعني هذا ليس بالمبلغ الكبير مقارنة بالاستفادة التي ستستفيد منها المنطقة، خاصة دول الساحل سواء النيجر أو حتى تشاد وحتى مالي، يمكن أن يتفرع منه هذا الأنبوب، لأنه 30 مليار متر مكعب سينقلها سنوية وهي كمية ضخمة. هذا بالإضافة إلى أن شمال نيجيريا كذلك سيستفيد، وكان تحدث الوزير دولة نيجيريا على أن المنطقة كانت تعاني في شمال نيجيريا كانت تعاني بعض الاضطرابات الاجتماعية أثرت حتى على عمليات التنقيب ونقل البترول، وبالتالي لما يشتغل هذا الأنبوب أكيد أنه سيوفر العديد من مناصب العمل، سيخلق ديناميكية اقتصادية في تلك المناطق. بالإضافة إلى أن الجزائر أكيد أنها تستفيد لأنها ستستثمر في هذا الأنبوب وسيعود عليها بمداخل إضافية، وأنها يعني تستطيع أن تلبي الطلبيات لتأتيها خاصة من الزبائن التقليديين في السوق الأوروبية، وهذا سيمنح الجزائر يعني مداخل إضافية. يعني الأنبوب يعني من ناحية اقتصادية مهم جدا، خاصة أن أوروبا الآن في ظل التغيرات الجيوسياسية على مستوى العالم والتسارع نحو الطلب على الغاز ليعرف شحن على مستوى العالمي، بالتالي الجزائر ستصبح يعني لاعب أساسي في بحر أبيض المتوسط من أجل تزويد السوق العالمية بالغاز، خاصة أن الجزائر اليوم تمتلك العديد من المنشآت القاعدية في تسييل الغاز أو حتى في نقل الغاز يعني عبر الأنابيب أو حتى نقل الغاز عن طريق الناقلات البترولية. الجزائر تمتلك الآن شركة صنع الغاز سوناتراك 8 ناقلات عملاقة يمكن أن توصل الغاز إلى أبعد نقطة على مستوى العالم. طيب سيد سالم، الدكتور حيدوسي تحدث عن فوائد اقتصادية لهذا المشروع، برأيك إلى أي مدى يمكن أن يعزز هذا المشروع أيضا في تحقيق الاندماج الإفريقي؟ هو معروف أن المال وسيلة في عصرنا الحديث، وبالتالي حاجة الآخرين إليك تجعلهم يستمعون إليك ويمكن أن يؤثر فيهم ذلك. أعتقد أن هذا المشروع إن تم ربطه كذلك بموريتانيا، خاصة على أن موريتانيا وجدت فيها مؤشرات إيجابية جدا للغاز، بالتالي سيشكل قوة ويشكل كذلك واجهة سياسية وستتعزز أمنيا في عموم المنطقة. تعاني إفريقيا أساسا من شح في الموارد سابقا، لكن الأسباب الحقيقية وراء هذه الشحاحة في الموارد تأتي من استقلال أوروبا وأمريكا لها، لكن التجربة الجزائرية فيما يتعلق بالغاز هي تجربة رائدة، تمت مؤخرا المطالبة بإشراك الجزائر حتى في المساعدة في إعداد بعض الخطط التي تتعلق بإنتاج واستقلال الغاز، وبالتالي أرى أن ذلك سيشكل ديناميكية اقتصادية حقيقة وستصاحبها كذلك تعاقدات واتحادات عسكرية وأمنية تسعى لتبادل المعلومات والخبرات، لأن المشروع يتطلب الحماية ويتطلب كذلك وحدات أمنية ستكون متعززة من حيث تبادل المعلومات في كل الدول التي سيمر منها هذا خط الأنبوب، بالتالي سيشكل
درعا حقيقيا لمكافحة الإرهاب ولمكافحة الجريمة المنظمة. طيب دكتور حيدوسي، تسارع خطوات تجسيد هذا المشروع منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين الدول الثلاث أليس نتيجة للدبلوماسية الاقتصادية النشطة التي تنتهجها الجزائر في عمقها الإفريقي برأيك؟ فعلا الجزائر تعول كثيرا على التواجد في العمق الإفريقي وخاصة دول الساحل، بدليل أن الجزائر يعني ساعت بخطوات ثابتة نحو تواجد القوي في تلك المنطقة من خلال أولا يعني تعزيز النقل الجوي نحو تلك المناطق، وشاهدنا مؤخرا أنه تم تعزيز أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بطائرات جديدة وخطوط جديدة، بالإضافة إلى خطوط بحرية لتربط الجزائر خاصة بالغرب الإفريقي موريتانيا والسنغال. كذلك من خلال يعني طريق للجزائر وقعته وبدأت الأشغال مع موريتانيا التندوف الزويرات، وهذا سيسمح الجزائر للتوجه نحو كذلك الغرب الإفريقي، بالإضافة إلى طريق الوحدة الإفريقية الجزائر التي استكملت الشطر الخاص بها، وهذا هذه كلها أكيد أنها ستعزز مكانة الجزائر في العمق الإفريقي من أجل بناء شراكات يعني تخدم الطرفين. الجزائر لا تريد فقط يعني تصريف منتجاتها إلى تلك المناطق، وإنما بناء علاقات متميزة، وشاهدنا مؤخرا يعني شركة الأدوية يعني اتجهت نحو أثيوبيا لإقامة يعني شراكة مع 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 شركاء في أثيوبيا لإنتاج الأدوية في السوق الأثيوبي. هذه كله يدخل في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تريدها الجزائر. الجزائر يعني دخلت بقوة في منطقة التبادل الحر الإفريقي، وتريد أن يعني تكون لها مكانة اقتصادية ترافق رئيس الجزائري في كل ربما بعض خرجاته تحدث كثيرا عن الدبلوماسية الاقتصادية. فعلا بالتالي الجزائر تريد أن تكون لها مكانة اقتصادية تليق بها وتليق بمكانتها السياسية. صحيح أن الجزائر كانت تلعب دور مهم في أفريقيا، لكن هذا الدور السياسي لم يرافقه دور اقتصادي. اليوم لابد أن حتى نعزز المكانة السياسية للجزائر في أفريقيا لابد أن يرافقها تواجد اقتصادي، وهذا الدور الذي يجب أن تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية. طيب أستاذ علي، كيف يمكن للمشروع المساهمة أيضا في تحقيق التنمية بالمناطق التي يعبرها باعتباره شريانا تقويا استراتيجيا، وكذلك أيضا لكونه رافدا تنمويا واقتصاديا واجتماعيا؟ وهنا أشار منذ قليل الدكتور حيدوسي لتوفير مناصب شغل وعدة أمور أخرى. تفضل شمل. هو معروف على أن المشروع سيمر من مناطق حدودية بعيدة جدا عن العاصمة. إفريقيا تمتاز بعدم سيطرة حكامها على المناطق النائية من ناحية الاقتصادية والسياسية وحتى من الناحية الأمنية. أتوقع في حال انتهاء هذا المشروع أن يتعزز التكامل الاقتصادي في المناطق المهمشة وفي المناطق التي تقع على طرف حدود كل دولة، لأن المشروع كما قلت لك سيحتاج للكثير من الشراكات الاقتصادية والشراكات الأمنية، وحتى سيساهم في التقارب ما بين شعوب المنطقة كلها. أرى أنه خلال السنوات الأخيرة استعادت الجزائر ولقها الدبلوماسي، ولولا لما كان هذا المشروع تجسد خاصة فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية. نرى أن الجزائر الآن مربوطة بكل إفريقيا من شمالها ومن غربها، سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو يتعلق بالسياسة أو حتى يتعلق بالدور الدبلوماسي الذي يجب أن تلعبه في تعزيز الوحدة والتنمية، وكذلك في محاربة الكيان الصهيوني الذي يحاول أن يتقلقل مؤخرا إلى المنطقة لأنه تهديد أمني هو الآخر. وبالتالي طبعا أتوقع أن تعزل دول بالكامل، لأن علاقات الدول اليوم تبنى على الاقتصاد وتبنى على المصالح وتبنى على التفاهمات السياسية والاقتصادية. بالتالي سيكون المشروع حدثا بارزا في العالم ككل ناهيك عن إفريقيا. طيب دكتور الحيدوسي، مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يأتي في ذروة أو قلب أزمة عالمية طاقوية، هل طاقة هذا الأنبوب برأيك كفيلة بتخفيف على الأقل وطأة الأزمة على الأوروبيين؟
هذا الأنبوب قدرة النقل تتراوح بين في حدود 30 مليار متر مكعب. صحيح أن أوروبا الآن تحتاج ككل في حدود 500 مليار متر مكعب، وهي كمية ضخمة، يعني كانت تحتاج منها ثلث هذه الكمية تأتيها من روسيا في حدود 150 مليار متر مكعب. الجزائر في استطاعتها أن توفر على أقصى تقدير 60 مليار متر مكعب، في السنة الماضية استطاعت أن توفر في حدود 54 مليار متر مكعب، إضافة إلى هذا الأنبوب في حدود 30 مليار متر مكعب. أكيد أنه نوعا ما سيسمح لأوروبا من تنفس أو تعطيها يعني جرعة أكسجين جديدة، بالإضافة إلى توريد آخر من دول أخرى كأذربيجان وكمناطق أخرى في العالم. وبالتالي هذه فرصة للأوروبيين من أجل إذا أرادوا يعني يكون لهم إذا كمية إضافية في السوق الأوروبي أن يستثمروا في هذا الأنبوب أولا من الناحية الاقتصادية، يعني كما أشرنا في البداية أن المشروع ككل يحتاج في حدود بين 10 إلى 12 مليار دولار. الجزائر قامت بإنجاز البنية الخاصة بها، نيجيريا كذلك، بقيت دولة النيجر تحتاج إلى مبالغ ضخمة. على الأوروبيين إذا أرادوا وصول كميات إضافية من الغاز أن يساعدوا النيجر، دولة النيجر، في إنجاز هذا الأنبوب الخاص بها. هذا من الناحية الاقتصادية. كذلك من الناحية، وكان يتكلم الأستاذ، من الناحية الأمنية، هذا الغاز يتجه نحو أوروبا ليس إلى الجزائر، وإن الجزائر فقط منطقة عبور وتأخذ حقوق العبور، يتجه إلى أوروبا، يعني في الأخير المستفيد الأول يعني أوروبا التي تريده. وبالتالي على أوروبا أن تسهم في حماية وتأمين اشتغال هذا الأنبوب، ويعني أوروبا لديها إمكانيات خاصة في دول الساحل مع القواعد العسكرية في جنوب النيجر لقرب دولة نيجيريا وإقليم كانو، يمكن حماية هذا الأنبوب. يعني الأنبوب حمايته في صالح أولا أوروبا، لأن الجزائر عندها غاز خاص بها وتستطيع ضمان أسواقها وضمان احتياجاتها، لذلك الأوروبيين هم أولى بحماية هذا الأنبوب إذا أرادوا وصول كميات إضافية، وتعتبر 30 مليار متر مكعب كمية لا بأس بها، إذا علمنا أن إسبانيا في حدود يعني احتياجاتها إلى في حدود 50 إلى 60 يعني توصل مرات أكثر من 60 مليار متر مكعب، إيطاليا في حدود 70، وبالتالي 30 مليار متر مكعب كمية مهمة جدا للسوق الأوروبية. طيب نعم. أستاذ علي، الجزائر أطلقت عدة مشاريع تنموية سواء في منطقة الساحل أو العمق الإفريقي على غرار المشروع الذي نتحدث عليه الآن وطريق تندوف زويلات أيضا، برأيك كيف تساهم هذه المشاريع في مواجهة التهديدات الأمنية والتصدي أيضا للجريمة المنظمة العابرة للحدود؟ ونستفيد الحديث أكثر هنا دكتور أستاذ. هو معروف على أن أي مشروع يتعلق بالبنية التحتية سواء كان طريقا أو سواء كان ارتباطا من نوع ما لابد أن تصاحبه حملات أمنية. طريق تندوف زويلات هو كان صراحة مطلبا قديما ليس لموريتانيا فقط وإنما لدول غرب إفريقيا، لأن المنتجات الجزائرية معروفة بأنها أرخص سعرا، ومن ناحية أخرى يمكن أن تنافس في الجودة، وبالتالي مشروع تندوف الزويلات سيفتح الباب على مصراعيه لسوق الإكواس الحرة، خاصة على أننا شهدنا خلال الأونة الأخيرة إطلاق حط بحري ما بين موريتانيا والجزائر وما بين الجزائر والسنغال. لا ننسى أن الجماعات المتطرفة والإرهابية بدأت الآن تحاول أن توسع نشاطاتها إلى كل خليج غينيا، وبالتالي كل دول السدايو ستكون معنية بالدخول في شراكات لمكافحة الإرهاب. لا ننسى أنه ليست مالي وحدها ولا بوركينا فاسو ولا النيجر، هناك تهديدات على الحدود الموريتانية، وهناك تهديدات كذلك حتى على غينيا وغانا، بالإضافة إلى السنغال، وهناك التهديدات التي حدثت أو العمليات الإرهابية التي حدثت في كوت ديفوار، بالتالي كل المنطقة مهددة. ما هي المسائل التي يجب أن تقوم بها هذه الدول لمكافحة الإرهاب؟ لا بد من بناء اقتصادي متكامل. ساهم الفقر وساهم الجهل وساهم كذلك المعتقدات وكثرة الإثنيات في هذه المنطقة من استقلال الجماعات
المسلحة والمتطرفة لهكذا أمور. وبالتالي أرى أن المسألة لا يجب أن تحل إلا بتكامل اقتصادي يشغل الناس في أمور مصالحهم، وبالتالي يمكنهم أن يتعاونوا مع حكوماتهم ويتعاونوا مع الأجهزة الأمنية لضبط الحركة لأنها تهمهم أولا. ما يحدث في مالي وما يحدث في بوركينا فاسو هو نتيجة لتهميش هذه المناطق، نتيجة للفقر، نتيجة للجهل، وكذلك المقاربات الأمنية الخاطئة التي دائما تكون في هذه الدول. طيب دكتور حيدوسي، باختصار لأنه وصلنا إلى نهاية توقيت البرنامج، الرئيس الجزائري تحدث في وقت سابق ووصف هذا المشروع بالمشروع الإفريقي العملاق، برأيك كيف ستستفيد الدول الثلاث من هذا المشروع؟ مشروع الأنبوب؟ نعم نعم، مشروع مهم جدا، لانه اولا نيجيريا تمتلك موارد غازيه كبيره، وكان اشار الوزير في يعني الاحتياطات تصل الى 600 مليار متر مكعب، ونيجيريا لا تستخرج فقط في حدود 10 مليار، يريد رفعها الى 12 في القريب العاجل، وبالتالي هذه الكميات الضخمه لا تستغل. في حاله انجاز الانبوب اكيد ان الكميات التصديريه للغاز ستزيد في نيجيريا، وبالتالي تعود عليها بمداخل اضافيه على الخزينه النيجيريه، بالاضافه الى اولا دوله النيجر. النيجر دوله يعني من الناحيه الاقتصاديه ضعيفه، يعني ما تحتاج الى مصادر اموال كبيره، وتعاني خاصه في جانب الكهرباء، وبالتالي لما كميات الغاز التي ستحصل عليها اكيد انها ستساعدها في توليد الطاقه الكهربائيه، وهذا ما تحتاجه يعني بي 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 على عجالة. كذلك سيسمح لها بتوفير مناصب عمل محلية، بالإضافة إلى دول أخرى مثل مالي وتشاد التي سيمكن ربط الأنبوب بها، كذلك تحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، وأحسن طريقة لإنتاج الكهرباء في تلك المناطق عن طريق الغاز، يعني مهم جدا لدول الإفريقية وكذلك الجزائر. نكتفي بهذا القدر. الخبير الاقتصادي دكتور أحمد الحيدوسي، شكرا جزيلا لك. عفوا. والشكر موصول لك أيضا. الباحث في الشأن الإفريقي والساحل أستاذ علي أحمد سالم، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا نأتي وياكم إلى ختام هذا العدد من تغطية خاصة، ألقاكم في أعداد أخرى. لكم مني خالص الشكر والسلام عليكم.